Basically, now we are revising the first unit, and then we will start the second unit in discovery. Try to concentrate. كنا قلنا يا جماعة إن في chapter 1 عندنا patterns of change. يعني إيه patterns of change؟ يعني نماذج التغيير. نماذج التغيير. A new look in to ancient art. يعني إيه؟ A new look to ancient art. يعني نظرة جديدة للفن القديم. ايوه بس قبل اي حاجه ما تنسوش اورجينز تذاكروا تمام اورجينز اوف ميديسين يعني اصول الايه الطب او الدواء باترنز اوف تشينج يعني ايه نماذج التغيير نماذج التغيير تمام اسسمنت يعني ايه يا دودو اسسمنت يعني ايه تقدير طيب for more practice assessment sheets يعني ايه نماذج او شيتات الايه التقدير for more practice لايه practice طبعا يا ماما لازم هم يحفظوا الكلام ده صح an activity project an activity project يعني ايه an activity project يعني مشروع النشاط assess your progress يعني قيم ايه تقدمك انا هعرف اقولها الملك من الكاو والتي من ال من ال ال البيت اسمها ايه الحبوب السيدز والخضروات اللي هي فروت من الفروتس من التري والايج من ال من التشيكن والعيش البريد يعني من الويت انا نسيت عن الحاجات دي قديمه قوي فنسيتها ماشي دي ابيليتي يعني القدره وات از انيم ايه از وات از انيمال or animal camouflage يعني ايه تمويه ايه هو التمويه the ability القدره to blend and تختلطي into its surroundings او هي القدره ان انت تختلطي مع المحيطات بيكي the ability to stand out انك انت تظهري ولا clothing and animal wears to look different ولا ايه الملبس اللي الانيمال بيلبسه عشان يبدو مختلف طبعا لا the ability to blend into its surroundings ability يعني قدرة الانيمال عشان يعمل تمويه يعني يختفي وسط الحاجات المحيطة يعني مثلا لو ايه لو حيوان لونه اخضر يروح وسط الزرع ويختفي عشان الانسان ما يأذوش فاهمة؟ لو ده اسمه كاموفليج اسمه ايه؟ يتحول لبني وبعدين اكسلنت ده اسمه ايه؟ انيمال كاموفليج انيمال كاموفليج اسمها يعني تمويه الحيوان الحيوان اكسلنت يا دودو Why does an animal camouflage? ليه an animal camouflage? To hide from predators. Predators يعني ليه المفترسين ولا to be concealed from prey ولا يختبئ من الفريسة لا الفريسة هي اللي بتختبئ prey يعني فريسة أيوة يعني الفريسة بتاعته هو اللي بيختبئ منها لا العكس هو to hide from أيوة predators. ما كنت بفهمها لهم لأن أنا طبعا عارفة الحاجات دي يعني يا جماعة طب where does camel live بيعيش في الديزرت excellent camels have more than one stomach عنده اكتر من stomach ليه to eat a lot and store food عشان ياكل كتير وايه عنده ازاي اكتر من معدة عشان يخزن فيها الاكل لمدة طويلة store food for a long time طب وhave humps ليه بقى to store food برضه to store food عشان يخزن طب baby camel is called الكامل البيبي اسمه مش كامل هاف فلات باد فيت ليه عشان تو ووك ان ذا ديزرت كامل هاف ايلاشز يعني ايه ليه رموش ليه تو بريفنت سويت عشان تمنع العرق تو بريفنت سويت انه ينزل على العين ملهاش علاقه لا رموش حاجه لا طبعا لو اما بتمنع العرق ينزل في عين صح فعلا بس ده ورق ازاي يمنع ورق ايه العرق ايوه ما هو الرموش بتاعتنا ورق لا بتمنع مشروع يعني ايه بروجكت يتنبأ يعني بريدكت ايه يتنبأ يعني تريبك المشكله predict. يعني بروجكت مشكله يعني طب فيوتشر يعني ايه فيوتشر يعني مستقبل نيكست 10 ييرز يعني العشر سنين القادمه draw يعني ارسم expectation يعني ايه expectation يعني
توقعات. Excellent. How you will look like? Look like يعني إيه؟ يجبل. Excellent. In each stage يعني في كل مرحلة. Complete يعني إيه؟ أكمل الـ time line. يعني دلوقتي I'm 8 years old. عندي 8 سنين. I'm in grade 3. في grade 3. My favorite hobby, هوايتي المفضلة is كذا. Oh, my favorite hobby it's swimming and the draw and the basketball. طب when you are 10 years old لما عندك 10 سنين. No. Cycling. لا هتقولي بقى my favorite hobby هتبقى ايه؟ Cycling مثلا ركوب الدراجات. Yeah, صح. وهتبقي في جريد مثلا ايه؟ هبقى في جريد 5 المفروض 5 هبقى في جريد 6 تمام او 5 انا ما انت عاوز تمام. طيب assess your progress يعني ايه؟ قيم تقدمك يعني انت دلوقتي I understand my work بفهم شغلي. تفهم شغلك؟ ايوه بفهم شغلي yes. وبعرف انا هعمل ايه وهبوظ طيب. ايه do you understand most of your work تفهمي معظم شغلك؟ ساعات يعني ساعات. Do you need help؟ تحتاجي مساعدة؟ لا طبعاً عندي بعض. No. طيب أوكي. هنقول بقى الوحدة الثانية. A new look at ancient art. إحنا دخلنا على الوحدة. يعني نظرة جديدة لل ancient art للفن القديم. Assessment يعني assessment تقييم. Sheets يعني إيه شيتات تقييم for more practice. An activity project يعني project إيه. نشاط مشروع نشاط واسس يور بروجرس وقيم الايه النجاح التقدم ايه دراما از تايب اوف دراما نوع من الارت ولا التويز ايه نوع من الفن دراما الدراما نوع من الفن اكسلنت لان حد بيمثل حاجه دي اسمها دراما يبقى از تايب اوف ارت طب وي كان جيت ذا اريا اوف سكوير يوزنج استراتيجي مالتيبليكيشن ولا ديفيجن مالتيبليكيشن اكسلنت بتستخدمي في اريا مساحه الايه السكوير عن طريق المالتيبليكيشن انشنت ايجيبشنز يوزد 6 مين كلرز ذات اوكير ناتشرالي ان مينرال روكس ولا بينت تيوبس بينت تيوبس من هنا بقى هنبدا ان احنا نعمل شيتس وننزل ايه اجاباتها ثانك يو اند وي ويل كومبليت اور ايه اور شيتس ثانك يو